السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا من جميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، القناة التي تهتم طبعا كل ما هو جديد في عالم الفن والمشاهير وأيضا المواضيع الثقافية والسياسية والترفيهية. معكم محمد العومي وفي موجز جديد مليء بالأحداث الحصرية. ومباشرة هنخليكم مع عناوين هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل. الجزائر تفجرها وتحرك لوبياتها بنيجيريا لمزاحمة المغرب بشأن مشروع أنبوب الغاز. الملك محمد السادس يقيم مأدبة إفطار على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع يلهي المغاربة باستدعاء جديد لحكيم زياش ومزراوي، ولكن المفاجأة. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة أمير. واشنطن تايمز بإمكان الروس والعالم التعلم من دبلوماسية المغرب. تستمر الجزائر في محاولتها مزاحمة المغرب بشأن مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا ومنعه من المرور عبر أراضي دول إفريقية قبل وصولها إلى القارة الأوروبية، حيث تعمل على تحريك اللوبيات التابعة لها في نيجيريا من أجل إهمال المشروع الضخم الذي تعول عليه دول إفريقية وأوروبية لسد حاجياتها من الطاقة. لكن في مقابل ذلك يحظى مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي بدعم دولي نظرا لما سيتيحه من إمكانيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وكذا بالنظر إلى طبيعة العلاقات بين الرباط وأبوجا التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا عززتها المباحثات الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس بالرئيس النيجيري محمد بوهاري قبل عام، تناولت بشكل أساسي الإسراع في تفاصيل مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب وإحداث مصنع للأسمدة في أبوجا باعتبارهما مشروعين استراتيجيين للبلدين معا. وفي آخر مستجدات مشروع أنبوب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، وجه نواب في برلمان أبوجا وفق أحد المجلات الإلكترونية طلبا إلى مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية من أجل تقديم تفاصيل عن مشروع إنشاء خط أنبوب لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وأوردت تقارير نيجيرية أن أعضاء في البرلمان وجهوا طلبا إلى مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية من أجل تقديم معلومات تتعلق بالتنفيذ واستخدام الأموال وحالة المشروع، مع مطالبة الشركة بمراجعة الخطة الوطنية للغاز الرئيسية المتعلقة بالمشروع لتتوافق مع متغيرات الاقتصاد العالمي اليوم. كما كلف مجلس النواب النيجيري لجنته المعنية بموارد الغاز بضمان الامتثال للقرارات وتقديم تقرير في غضون 4 أسابيع لاتخاذ مزيد من الإجراءات التشريعية. في ذات السياق كشف مسؤول نيجيري إن حكومة بلاده تعمل في الوقت الحالي على بناء خطوط أنابيب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، لكنها ما زالت تفاضل بين إمكان تصديره عبر المغرب أم الجزائر. واعتبر العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية النيجيرية ميلي كياري أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي أن أبوجا تعول على الغاز الطبيعي للقيام بدور رئيسي في استراتيجيتها للتحول بعيدا عن الوقود الأكثر تلوثا إلى طاقة أنظف. المسؤول النيجيري أكد في تصريحات صحفية على وجود مفاوضات مع المغرب والجزائر في آن واحد للوقوف على الصيغة الأمثل لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، وقال في هذا الصدد: نعمل على بناء البنية التحتية الهائلة للغاز اللازمة لضمان وجود إمدادات كافية من الغاز النيجيري في السوق المحلية وتوفير جزء من غاز نيجيريا للأسواق العالمية، كما نحاول أن نرى كيف يمكننا بناء شبكة من البنية التحتية لخطوط الأنابيب التي ستوصل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب أو الجزائر. أقرأ
أقام الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد الخميس بالإقامة الملكية بسلام ذبة إفطار على شرف فخامة السيد بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية. حضر مأدبة الإفطار هاته عن الجانب الإسباني وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون خوسي مانويل الباريس وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو ديز هوشليتنر، وعن الجانب المغربي رئيس الحكومة عزيزة خنوش ومستشار الملك فؤاد علي الهمة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. تمسك فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بإمكانية استدعاء كل من حكيم زياش ونصير مزراوي لاعبي تشيلسي الإنجليزي وآياكس أمستردام الهولندي على الترتيب لتشكيلة المنتخب المغربي خلال الفترة القادمة. وقال فوزي لقجع خلال تصريحات صحفية أدلى بها في ساعات مبكرة من صباح يوم الخميس 7 أبريل إن حكيم زياش ومزراوي يظلان لاعبين مغربيين في كل الأحوال، وإن كلاهما مرتبط فعليا بتمثيل المنتخب المغربي. وأضاف فوزي لقجع أن جامعة الكرة ستعمل على حل المشكلات القائمة مع زياش ومزراوي أملا في عودة اللاعبين لتمثيل أسود الأطلس خلال الاستحقاقات الدولية القادمة. وشهدت الأشهر القليلة الماضية استبعاد الثنائي زياش ومزراوي من تشكيلة المنتخب المغربي بسبب خلافات جمعت كلا اللاعبين بمدرب الفريق البصني وحيد خاليلوزيتش. ورفض حكيم زياش ومزراوي دعوة لقجع للمشاركة مع المنتخب المغربي أمام الكونغو الديمقراطية في الدورة الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. ومع ذلك لا تزال تنادي شريحة كبيرة من الجماهير المغربية بأهمية استدعاء اللاعبين لقائمة الفريق القومي المنوط بها خوض المونديال القطرية. وأوقعت القرعة النهائية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 منتخب المغرب في المجموعة السادسة رفقة كل من المنتخبات التالية بلجيكا وكرواتيا وكندا. من جانب آخر قال فوزي لقجع أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تواصل اتصالاتها بمجموعة من المواهب المغربية من أبناء المهجر الذين يتألقون في البطولات الأوروبية، أبرزهم محمد شو الذي يمارس في نادي أونجي الفرنسي والذي لعب للفئات الصغرى للمنتخب الفرنسي، وأمين عدلي لاعب باير ليفركوزن الألمانية والذي ازداد في فرنسا ولعب أيضا في الفئات الصغرى للمنتخب الفرنسي، ثم سفيان ديوب لاعب موناكو الفرنسية. أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد الرحمن بن سعد الثاني بن عبد الرحمن بن فيصل. وقال الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى على الراحل يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، ولم تذكر الوكالة أو الديوان الملكي سبب الوفاة. نشرت يومية واشنطن تايمز الأمريكية تحليلا عنوانته ب يمكن للروس والعالم أن يتعلم من دبلوماسية المغرب. تحليل الصحيفة الأمريكية ذكر أن العدوان الروسي ضد أوكرانيا تعرض لانتقادات عالمية من المجتمع الدولي باستثناء بيلاروسيا والصين. وأضاف قد يتجاوز عدد القتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا أزيد من 11,000، ويقدر الجيش الأمريكي أن ما بين 2,000 و4,000 من القوات المسلحة الأوكرانية قتلوا، وأن الخسائر الروسية قد تصل إلى 6,000. وأشار إلى أنه اعتبارا من 5 أبريل تم الإبلاغ عن 1,563 حالة وفاة مدنية في أوكرانيا من قبل مكتب مفوض للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وقال تحليل الجريدة أن الرئيس السابق لوكالة المخابرات المركزية في موسكو ذكر أن الولايات المتحدة يمكنها أن تفعل المزيد لمساعدة أوكرانيا. وأضاف في حديثه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ببعض المزاعم المثيرة للقلق بشكل غير عادي بشأن القوات الروسية. أطلقوا النار وقتلوا نساء خارج منازلهم، قتلوا عائلات بأكملها بالغين وأطفال، وحاولوا حرق الجثث. التحليل قال أن العالم
يجب أن يتعلم من الصراع القائم بين المغرب وإسبانيا على سبيل المثال. وذكر تحليل الصحيفة الأمريكية في هذا الصدد، يوجد خلاف عمره جيل يعرف باسم نزاع الصحراء الغربية، إنه صراع بين المملكة المغربية وشعب الصحراء الغربية غير المعروف. وأضاف: الصحراء الغربية هي منطقة تقع على الساحل الأطلسي لشمال إفريقيا على الحدود مع المغرب والجزائر وموريتانيا، إنها بحجم كولورادو تقريبا. استعمرت إسبانيا المنطقة عام 1884، كانت جزءا من المملكة الإسبانية لمدة 100 عام. في عام 1975 دخل مئات الآلاف من المغاربة سلميا إلى المنطقة. بعد ذلك نقلت إسبانيا السيطرة على المنطقة إلى المغرب وموريتانيا. ومع ذلك هناك سكان أصليون معروفون بالصحراويين في المنطقة، تشير التقديرات الموثوقة إلى أن عدد سكانها يزيد عن 5 ملايين نسمة. إنهم يطالبون بدولة قومية مستقلة للصحراء الغربية. خلال السبعينيات والثمانينيات قادوا هجمات حرب العصابات ضد المغرب وموريتانيا في محاولة لدفع قضيتهم. تخلت موريتانيا عن مطالبتها بالمنطقة، وأقامت السلطات المغربية تدريجيا جدارا عبر الإقليم. في عام 1991 توسطت الأمم المتحدة في اتفاقية لوضع حد للعنف، لكن الخلاف ما زال قائما، يورد تقرير الصحيفة. وحسب التحليل، عرض المغرب حلا وسطا من شأنه أن يمنح الشعب الصحراوي الحكم الذاتي والسلطة في منطقة من الدولة المغربية. وأضاف أن في السنوات الأخيرة أدلى ممثل الأمم المتحدة بتعليقات علنية دفعت البعض في المغرب إلى التشكيك في حياد الأمم المتحدة في النزاع المستمر منذ فترة طويلة. على الرغم من الإحباط من الأمم المتحدة، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوم 1 مارس متحدثا في الدورة العادية 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المغرب يواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، وأن المغرب ملتزم بحل سياسي حقيقي وعملي. لقد كان عرضا رائعا للدبلوماسية قديمة الطراز، يقول التحليل الأمريكي. ويضيف التحليل: بعد أسبوعين أرسل رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز رسالة مباشرة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب، ونص في جزء منه أن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب. على هذا النحو تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتية التي قدمها المغرب في عام 2007 كأساس والأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل هذا النزاع. كما شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أن البلدين مرتبطان ارتباطا وثيقا بالعواطف والتاريخ والجغرافيا والمصالح والصداقة المشتركة. وقال السيد سانشيز إنه مقتنع بأن مصير كلا الشعبين محبوب أيضا، وأن ازدهار المغرب مرتبط بمصير إسبانيا والعكس صحيح. تحليل واشنطن تايمز قال أن الدولتان الوحيدتان اللتان سيطرتا رسميا على الصحراء الغربية خلال 140 عاما الماضية لا تتقاتلان من أجل ذلك. في الواقع هم منخرطون في مهرجان حب دبلوماسي وإدراك أن الاستقرار والسلام الإقليمي لدولهم القومية أكثر أهمية من منطقة قاحلة حيث يتم استخدام أقل من خمص الأرض بالفعل للزراعة. عرض المغرب تسوية معقولة تمنح الشعب الصحراوي حكما ذاتيا مع الحفاظ على السيادة المغربية، وخلص إلى أنه يجب أن تكون تصرفات المغرب في جهودهم لتسوية النزاع هي المعيار الذي من خلاله تحاسب الأمم المتحدة جميع الدول في قضايا الخلافة. وعلى العكس من ذلك، فإن غزو بلد ما وقتل الآلاف من المدنيين وعشرات الآلاف من القوات العسكرية هو الإجراء الذي يجب أن يحاسب عليه الجناة. في هذه الحالة روسيا بحزم وسرعة. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة، وجمعة مباركة لكل المتابعين الكرام. أستودعكم الله، إلى اللقاء.